في دورتنا دي هنتكلم عن النزاعات من منظور مختلف، اللي بيوصف النزاع كأطراف بتسعى لتحقيق أهداف مش مناسبة لبعض أو مش متوافقة مع بعض. لو بصينا على العناصر الأساسية للتعريف ده هنلاقي إن التعريف أولاً بيوصف النزاع كموقف اجتماعي بيتضمن شخصين أو أكتر، وإن الأشخاص دي عندهم هدف بيحاولوا الوصول إليه. ممكن الهدف ده مثلاً يكون إنهم ياخدوا آخر قطعة عيش أو إنهم ياخدوا الدور الرئيسي في مسرحية. والأهم إن الأهداف دي بتكون متضاربة، يعني ما ينفعش كلهم يوصلوا لأهدافهم في نفس الوقت.